أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام، يوم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يوم جديد. اليوم هو نهاية الاختبارات، وأسأل الله أن يوفق الطلاب والطالبات وأن يكون النجاح حليفا لهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. من فقراتنا في هذا الصباح الجميل فقرة إشراقة القرآنية، وستكون مع الشيخ زيد زكريا. من عيون الشعر والأدب العربي ستكون معنا اليوم خطبة لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى. فقرة عن قرب سيكون الحديث فيها عن قطار الحرمين، 35 قطارا كهربائيا تربط مكة بالمدينة بجدة لخدمة الحجاج عام 2016. تقرير لمراسلين حملات التبرع بالدم. قهوة الصباح سيكون الحديث فيها عن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، المستشار عبد المجيد رضوان الأمين العام لمجموعة الخبير العالمي للمسؤولية. أخبار الصحف يعدها ويقدمها الأستاذ عوض البكاري. أيضا الفقرة المعتادة فقرة الراصد والتي يعدها فريق الإعداد في برنامج يوم جديد، تجوال في ورصد ما أهم ما حصل في مواقع التواصل الاجتماعي. فقرة متابعات اختتام ملتقى الوحيين السابع في مانشستر ببريطانيا، وسيكون معنا حافظ القحطاني نائب رئيس النادي الطلبة السعوديين في مانشستر. فقرة مختارات اليوتيوب سيكون مقطع للشيخ سلطان العميري بعنوان جراحات. كتاب الأسبوع الشيخ والأستاذ وضاح ابن هادي، والكتاب سيكون مفاجأة لأنه لا نعرف اسمه لكن تركناه لكم مفاجأة. لا يحل الصباح ولا تحل البركة فيه إلا أن نبدأه بإشراقة، فإلى الإشراقة. يوم جديد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. انظروا إلى السؤال وانظروا إلى الجواب، سؤال عظيم. ما هو أكثر شيء يدخل الإنسان إلى الجنة؟ من منا لا يريد الجنة؟ ولكن انظر الأعجب إلى الجواب، كيف هو مختصر بأربع كلمات، هكذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. هذه الكلمات الأربع تشمل الإسلام كله، فتقوى الله هي عبارة تتضمن سائر الواجبات التي طلبها الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الترك لكل المنهيات التي حذر منها الله سبحانه وتعالى ورسوله. إذن فتقوى الله كلمة شاملة جامعة في هذا المجال لكل حقوق الله تعالى، وحسن الخلق كلمة شاملة جامعة لكل حقوق المخلوقات، من إنس، من جن، من حيوان، من نبات، من بيئة، من كل شيء. هذا هو ديننا. ومن يلاحظ اليوم واقع الأمة الإسلامية يجد أن هناك أناس قد أحسنوا العلاقة بينهم وبين الله صلاة وصياما وزكاة وحجا، لكنهم في المقابل قصروا في حقوق المخلوقين عند التعامل معهم غشا وكذبا وخداعا. وتجد أيضا في المقابل من الناس من أحسن العلاقة مع المخلوقين أدبا وصدقا وكرما وأخلاقا، لكنه في المقابل قصر علاقته
قلل في علاقته مع الله جل وعلا، فإما أنه مثلا لا يصلي، أو تجدها أختا مسلمة تتصف بالأخلاق الفاضلة لكنها لا تتحجب. فهذين الصنفين من الناس لم يحققا مفهوم هذا الحديث: الأول أدى حق الله وقصر في حق المخلوق، والثاني أدى حق المخلوق وضيع حق الخالق. والإسلام والإيمان والدين الصحيح أن تؤدي حق الله وحق المخلوق حتى تكون من أهل الجنة. جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد. أهلا وسهلا بكم من جديد مرة أخرى مشاهدي الكرام، والآن مع فقرة من عيون الأدب العربي، وهذه الكلمات أو هذه الخطبة لعمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة الراشد، حيث يقول فيها: خطب ذات يوم الخليفة عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم ميعادا ينزل الله تبارك وتعالى فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخافه، وباع نافدا بباق، وقليلا بكثير، وخوف بأمان. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وستكون من بعدكم للباقين كذلك حتى يرد الأمر إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم، فاتقوا الله قبل انقضاء مواقيته ونزول الموت بكم. أما إني أقول هذا، ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى بكاء شديدا وأبكى من حوله، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. الآن مشاهدي القراء الكرام نخرج إلى فاصل يسير، ثم نعود إليكم مع فقرة عن قرب، فكونوا معنا. يوم جديد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. طبعا في فقرة عن قرب إليكم هذا الخبر، يقول الخبر: قال مدير عام مشروع قطار الحرمين إن 35 قطارا كهربائيا ستكون في خدمة الحجاج والمعتمرين عام 2016 لتربط بين مكة والمدينة مرورا بمدينة جدة. وأوضح الدكتور بسام غلمان أن المشروع عبارة عن خط سكة حديدية كهربائية تربط المدن الثلاث من خلال 4 محطات ركاب رئيسية. وأضاف أنه سيتم بناء محطة في مكة المكرمة ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطة السليمانية ومحطة الجزيرة الوسطية، وستكون المحطة 4 في المدينة المنورة. وإليكم آخر الصور التي التقطت من إدارة المشروع عن تطور مشروع قطار الحرمين، فإلى هذه الصور.
وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام بعد مشاهدة الصورة. حقيقة القطار هذا سيراح يكون فتح كبير جدا على حركة يعني المواصلات والتواصل بين مكة وجدة والمدينة، ويصبح التنقل بينهما في غاية السهولة واليسر. أسأل الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خير الجزاء. الآن مشاهدي الكرام نخرج إلى تقرير المراسلين وتقرير عن حملات التبرع بالدم، فإلى هذا التقرير. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية التي انطلقت منها حملات التبرع بالدم، وهو العمل الإنساني النبيل الذي يتم بفضله علاج الكثير من الناس وإنقاذ حياتهم، لا سيما وأن أغلب هذه الحملات التابعة للحرس الوطني أصبحت متنقلة تستهدف الأماكن العامة، ومن أهمها كورنيش جدة الذي تتم زيارته من حين لآخر. هذه مو أول مرة نعمل حملة في الكورنيش، سبق وعملنا قبل كذا في الكورنيش، وبخصوص الإقبال الزايد ما شاء الله على التبرع عملنا حملة ثانية هنا في نفس المكان. كما يخشى الكثير من الأشخاص من معايشة هذه التجربة، معتقدين أن ذلك قد يسبب ضررا على صحتهم ودون فائدة مكتسبة لأجسادهم. والله فوائد التبرع بالدم كثيرة. بالنسبة للمدخنين تقليل نسبة الكوليسترول العالي في الدم، لأنه تعرف الكوليسترول العالي بالدم إذا زاد عن حد الطبيعي ممكن يؤدي لتصلب الشرايين وأمراض القلب والجلطة لا سمح الله. غير كده تقوية الجهاز المناعي من ضعف لعشر أضعاف، تنشيط الدورة الدموية. الناس اللي عندهم مشاكل في النوم سبحان الله الجسم يحتاج لراحة، بعض الناس تحتاج من 8 ساعات إلى 10 ساعات و12 ساعة عشان ترتاح جسمها، هذا دليل أنه ما شاء الله الهيموغلوبين مرة عالي في الدم. بعد التبرع سبحان الله الجسم يحتاج 6 إلى 8 ساعات خلاص بإذن الله أخذ حريته في الراحة. من 2009 إلى يومك هذا الحمد لله ما واجهنا أي حالة خطورة على المتبرعين. ولكي يسمح للشخص بالمساهمة في هذا العمل التطوعي لابد من خضوعه لإجراءات تحدد من مدى إمكانيته للشروع في عملية التبرع من عدمها. يجي المتبرع طبعا بنستقبله بكل حب وترحيب إن شاء الله، ونجلسه عندنا هنا نسأله بعض الأسئلة حول يعني حياته الصحية، هل يشتكي من أمراض أو شيء، أو يتناول أي أدوية مثلا لأي أمراض مزمنة أو أمراض خفيفة مثل الزكام وشيء مثلا كمضاد الحيوي، لأنها هي تمنع من التبرع لفترات معينة. نبدأ نعمل له بعض الإجراءات الطبية اللي هي التأكد من ضغطه والضغط والنبض والحرارة ونسبة الهيموغلوبين عنده، طبعا نسبة الهيموغلوبين في حدود معينة ما تكون لا أعلى ولا أقل منها. بعد كذا برضو نتأكد من طوله ووزنه في يعني آلية معينة. ومما انعكس إيجابا على هذه الحملات هو ازدياد أعداد المتبرعين رجالا كانوا ونساء، مفعلين دورهم الاجتماعي تجاه واجباتهم الإنسانية والوطنية. والله بصراحة أنا كنت زائر للكورنيش فشفت العربة حقت الحرس الوطني، فقلنا إن شاء الله نكسب الأجر. والله أنصحهم أول شيء بتبرع كل بين فترة وفترة تجديد الدم وإنقاذ الأخوان اللي محتاجين الدم. هذا العمل الذي يعد خدمة إنسانية لمن هو في حاجة ماسة لدم المتبرع، مثل المرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية أو للمصابين في حوادث السيارات. التبرع بالدم طبعا يستفيد منه مرضى مستشفى ملك خالد للحرس الوطني، يتمثلوا في مرضى السرطان، الناس اللي عندهم ثلاسيميا، أنيميا منجلية الحادة. أكثر شيء يستفيدوا منه في الحوادث اللي تحصل على طريق الحرمين مكة جدة، بين مكة وجدة تعرف أقرب مستشفى مستشفى حرس الوطني لهذا الشيء. قطرات من دمك ودقائق من وقتك تمنح بها حياة لغيرك، وقبل ذلك اطمئنان لصحتك، وتذكر خير الناس أنفعهم للناس. بدر باوزير لقناة المجد جدة. يوم جديد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. الحديث الآن في قهوة الصباح عن موضوع نحتاج أيضا إلى رفع مستوى الوعي فيه كثيرا، سواء على مستوى الفرد أو حتى على الشركات أو حتى على مستوى الجمعيات الخيرية والتطوعية في مجتمعنا، وهي قضية الحديث عن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. وراح يحدثنا فيها المستشار عبد المجيد رضوان، وهو الأمين العام لمجموعة الخبير العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك أستاذ عبد المجيد. حياك الله حبيبي، مرحبا فيك. يعني أولا مؤسسة الخبير العالمي، نريد تعريف مبسط عنها. جميل. الخبير العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة هي مجموعة استشارية تطويرية تهتم بنشر هذا المفهوم وتطبيقاته سواء في القطاع الخاص
أو الشراكة المجتمعية في القطاع الحكومي أو التطبيقات والعلاقة بينها وبين القطاع الخيري. أي مفهوم؟ مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. تمام. ممكن نعرفهم كذا واحدة لواحدة عشان المشاهد. تعريف المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. يعني شيء بسيط بحيث أن المشاهد يكون. جميل. المسؤولية المجتمعية هو الواجب الأخلاقي للقطاع الخاص تجاه المجتمع. سواء المجتمع الداخلي الموظفين والبيئة الداخلية أو المجتمع الخارجي. الشركات تستفيد من خيرات الوطن، فلا بد أن يكون هناك وفاء تجاه الوطن. جميل. موظفين، بيئة، اقتصاد، اجتماع، في جميع المحاور الثلاثة التي تركز عليها مجال المسؤولية المجتمعية. التنمية المستدامة هو البعد الذي وصلت إليه المسؤولية المجتمعية في العصر الحاضر، وهي كيف تستطيع أن تستفيد من مواردك وتحافظ بها للأجيال القادمة، يستفيد من الأجيال القادمة، موارد الطاقة، البترول، موارد البشرية، الموارد المالية. وهذا وسع دائرة المسؤولية المجتمعية، أنه كيف تستطيع أن تستفيد من هذه الموارد لأجيال قادمة، بحيث ما يكون هناك هدر عالي في مستوى الطاقة ومستوى حتى الموارد المالية والبشرية. كيف تقيم قضية المستوى المسؤولية المجتمعية وفي يعني في مجتمع كمجتمع المملكة العربية السعودية؟ الحراك عالي. كويس. عالي جدا يعني. مستوى التقييم، خلونا التقييم، احنا الان في مرحلة التحفيز. تمام. احنا مرحلة التحفيز. طيب تمام. يعني كون الان سألتك قبل الهواء قلت لي بعطيك الان. لا انا بعطيك الان. يعني مستوى التوجه العام لدى شركات سوق المال موجودة، لدى البنوك موجودة، لدى الوزارات موجودة. الآن عندنا وزارة التربية والتعليم، ما كانت تسمى التربية والتعليم، عندها الشراكة المجتمعية. هي تقدم شيء للمجتمع. شراكة مجتمعية، دور المدرسة تجاه المجتمع المجاور، دور إدارة التعليم المجتمع المجاور. الجامعات تنشأ لثلاث أهداف، للتعليم، البحث العلمي، والشراكة المجتمعية اللي هي إدارات عمادات خدمة المجتمع. كان فيها تعليم مستمر، أيضا جمع أموال. الآن صار في ضغط شديد أنه أين دورها المجتمعي في حل القضايا الوطنية، في بناء الطلاب، في تأهيل الطلاب لسوق العمل، في قضايا المجتمع الحي المجاور للجامعة. هذا على مستوى التعليم. وزارة العمل، البنوك اللي حقيقة يعني كلها عندها إدارة مسؤولية اجتماعية. يبقى كيف مستوى التنفيذ وكيف تفعل، كيف تقييم التطبيق الموجود. هذه تحتاج في إشكاليات موجودة كبيرة، لكن شركات اتصالات كلها فيها، البنوك كلها فيها، شركات بترولية كلها فيها، شركات كبرى كلها فيها. يظل هناك في إشكالية في التطبيق، في هدر مالي لم يصل إلى مستوى الاستدامة. المبادرات التي تقدم حيكون جزء منها تسويق وجزء منها إعلام، وليس هي ممارسة حقيقية لخدمة المجتمع. هناك إشكالات موجودة، لكن مستوى الحراك الموجود في المجتمع نعتبره عالي جدا وهو محفز. على مستوى الدولة، احنا جاءنا طلب من مجلس الشورى لتقديم رؤية هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية في المملكة. لو بنأسس هيئة وطنية، وهذا في توجه، ومجلس الشورى أرسلها لمجلس الخبراء. الكلام هذا من أكثر من سنة، ثم مجلس الخبراء كان عليه ملاحظات وعادت مجلس الشورى، فطلبوا منا تقديم رؤية، احنا وغيرنا من الشركات العامة في نفس المجال. فقدمنا رؤية، ففي توجه عام على مستوى الدولة، الوزارات، الحكومة، على مستوى الشركات. لكن القضية تحتاج إلى تصويب، إلى تطوير، إلى تأسيس المفهوم حقيقة. ما يصير في خلط بينه وبين مفاهيم الماركتينج التسويق، أو ما أو أحيانا بعض مجالات مجرد التبرع، تحتاج حقيقة إلى نشر المفهوم بشكل أفضل. طيب أيضا أنتم ماذا تقدمون في الاستدامة؟ إذا كان جانب المجتمعية، خلينا نشوف أيضا قضية الاستدامة. في قضايا الاستدامة إحنا الآن شركاء لسبع بنوك محلية وأجنبية، ولخمس جامعات وستة غرف تجارية. في قضايا الاستدامة، كيف نستطيع أن يكون عندنا استدامة داخل المؤسسة، استدامة في الموارد المالية، في البشرية، في المبادرات. يعني القضية مو أن أسوي مبادرة تطوعية وتنتهي في لحظتها، كيف تستمر هذه المبادرة حتى تقدم أثر. لو بعالج الفقر ليس مجرد تبرع، التبرع يمكن يروح في الزكاة والصدقة، لكن كيف أستطيع أن أقدم مبادرة تعالج مشكلة الفقر بشكل حقيقي يعني. فمثلا صممنا لبعض البنوك مشاريع، يصير عنده مركز متكامل، يصير عنده صندوق وقفي أدومه وأنقل، وهذا هذا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسيف هناك عمل يقدم لكنه دائم ومستمر ويحافظ لهذه الموارد للأجيال القادمة. حتى أحيانا بعض الشركات عندها هدر في الطاقة. أنا زرت فندق من فنادق العالمية مقابل الحرم. هذه الشركة عندها مسؤولية اجتماعية خارجية، عندنا داخلية ما عندها مسؤولية اجتماعية. تلاقي هدر الطاقة مرتفع، هدر المياه مرتفع، العناية بالموظفين مو موجود، حقوق الإنسان داخل فلما قابلت الوكيل لهذه الشركة داخليا، أنت ابن البلد، وين عطائك للبلد؟ نفس الشركة لما تدخل في موقعها عالميا هتلاقي موجود. شوف لها أثر في المجتمعات اللي تلاقي فندق مقابل البحر، وأكرمك الله مخلفات ويرميها في البحر. البحر ملك للمجتمع وحق للناس.
كيف تحافظ على هذا لممتلكات الناس؟ انت الوطن اعطاك جزء من 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 ممتلكاته، والمجتمع اعطاك جزء من حقه، اين وفائك تجاه المجتمع؟ يا سلام. شركه اسمنت، شركه ذهب، شركه تنقيب، هناك حق للمجتمع ينبغي ان يوفى به. هذه هي المسؤوليه الاجتماعيه، وايضا هي جزء من الاستدامه. هل ترى ان الجمعيات الخيريه بحاجه الى هذه قضيه الاستدامه الماليه؟ اي وطن واي مجتمع لا يتكامل الا باضلاعه الثلاث، اللي هو حكومه، قطاع خاص، والقطاع الثالث جزء منه كبير القطاع الخيري. جزء كبير من تنفيذ هذه المبادرات ينفذها العمل الخيري، تنفذها الشركة الجمعيات. يعني مرة التقينا برئيس الشركة من الشركات يقول أنا لي 3 سنوات هناك عندي عوائد مالية تعود للشركة ما أصرفها، يعني عندي بند. والله كويس هذا صرح. لا احنا 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 نلتقي بالشركات نلتقي بها، فمن المعاناة اللي عندهم لا يوجد مبادرات. ممكن الجمعية ترفع لي خطاب تبرع، أنا ما أعطي على خطاب تبرع، أنا أبغى بروجكت، أبغى مشروع، أبغى تقويم، لأنه في الأخير الشركة ما هي ملك شخص. الشخص اللي يملك المال ممكن يعطي من عنده، صحيح. لكن الشركة فيها مساهمين، هناك محاسبة، هناك مساءلة، في مبلغ صوري فين راح؟ طيب ما رأيناه في الإعلام؟ فين التدشين لهذا المشروع؟ أين الأثر لهذا المشروع؟ فاللي يشتغل مسؤولية اجتماعية القطاع الخيري إذا يريد أن يستفيد من هذه الموارد، وهي موارد ضخمة جدا. المبالغ المالية المرصودة في البنوك والشركات المسؤولية الاجتماعية ضخمة جدا. قد لا تكون في مسار الصحيح، في مسار الصحيح يوجد نسب متفاوتة شلانة تقييم عام للجميع، لكن القطاع الخيري ينبغي أن يستثمر هذه الفرصة بشكل جيد. اللغة تكون مشتركة، مبادراته تكون ملامسة للاحتياج، أيضا ملامسة لاحتياج الشركة التي تتخصص فيها. طيب يعني حسب رؤيتك نشوف أنه القطاع الخيري تقول بحاجة وقضية الاستدامة، لكن كيف يمكن الجهات الخيرية أو ما يسمى بالقطاع الثالث الأكثر وجمعيات خيرية أن تحقق هذه الاستدامة المالية ولا تصبح متكففة وتسعد؟ لا تصبح يا خلاص. يعني احنا عندنا صورة المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. احيانا احنا جمعية خيرية، جمعية بر، نلبس ثوب الفقير ونروح نطلب تبرعات ونحتاج ونظل مستهلك. الى متى؟ مع انه في منظمات عالمية خيرية، في مؤسسات، في جامعات دولية كبرى هي غير ربحية، قائمة على التمويل الذاتي. متى يصبح عندنا العمل الخيري والقطاع الخيري والمشاعر الخيرية يصير فيها فكرة للاستدامة؟ فكرة الاستدامة في طرق جمع الأموال والتبرعات، في إدارة هذه الأموال، في صرف هذه الأموال. ليس شرط أن تكون الجمعية الخيرية عبارة تأخذ الفلوس وتصرف المال. جميل. وين جانب الادخار؟ وين السياسة المالية المنضبطة لمعالجة الهدر المالي الذي يحصل داخل الجمعيات؟ أين مشاريع الاستدامة التي تقدمها؟ ولذلك إحنا يمكن يأتينا في يعني هي مشاريع الاستدامة التي تقدمها راح ترجع عليه هي بأنه سيخفف عنا من العبء المالي اللي يستنزفها في جانبين. جانب العوائد المالية وجانب معالجة المشكلات بفكر تنموي لا بمجرد العطاء. جميل. لما جينا أنا عندي أسرة مكونة من أب وأم فقراء، جاءهم 4 أبناء، صار عندي في المجتمع 6 فقراء. نعم. فلما أتولى معالجة هذه المشكلة بالعطاء لا نستطيع أن أفي المجتمع. ولذلك أنا لما يكون واحد من المسؤولين سابقا يقول إحنا كان عندنا 20 مليون، عندنا 20,000 يتيم يستفيدون من خدمة معينة، الآن صار عندنا كم مليون، هذا 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 أعتبره خلل كبير جدا. العلاج التنموي مثل هذه المشكلة، وهذا توجه جديد رائع عند معالي وزير الشؤون الاجتماعية البطل الحقيقة في معالجة هذه المشكلة، أن نتحول من الرعوية إلى التنموية. يا سلام. كيف تعالج هذه المشكلات يكون في استدامة وتنمية. فلما أعالج الفقر مو مجرد العطاء، يكون عندي مشاركات تنموية مستدامة في المعالجة، وأيضا مشاركات في تنمية الموارد، ليس فقط جمع تبرعات، وإنما ما يسمى بالاستثمار الاجتماعي. جميل. وهذا أحد المفاهيم الجديدة في العمل. طب خلنا نعطي أمثلة أو حلول عملية وتطبيقات. جميل جميل. على مستوى القطاع الخاص، شركة بترولية كبرى كانت تقول أنا لي سنوات شغالة مسؤولية اجتماعية، أنا ما أنا ما ألاقي أثر، ما أنا شايف أثر. تدفع بالملايين، يعني مبالغ ضخمة جدا. يعني في شركة تدفع في 10 سنوات راصد 10 مليار، كل سنة مليار، سنة شركة واحدة بس من الشركات السعودية، ميزانية ضخمة جدا، شركة واحدة دافع 10 مليار. شركة بترولية ثانية سعودية أمريكية يقول لي رئيس مجلس الإدارة إحنا ندفع 290 مليون سنويا. طيب وين أثرها؟ أكثر من ربع مليار، مبلغ غير طبيعي. فلما نتكلم على هذه الشركات، عندنا مشروع اسمه المنح الذكي. كيف يصير منحك في المكان المناسب وأكثر أثرا وفيه استدامة؟ يصير في دراسة احتياج قبلية، ثم بعد ذلك تبحث عن الحل المستدام، ثم تباشر ذلك الاستدامة. لما يجي تأتي شركة من الشركات وتفتح مركز توحد ب40 مليون، ثم يقعد سنتين ما يفتح لأنه طلع مو بناء على الاحتياج، حجم الاحتياج لهذا المشروع قليل، هذه كارثة. صحيح. هذا هدر مالي كبير. لما أقول استدامة
للشركة يصير في دراسة احتياج، ثم يمكن مركز التوعية ما يحتاج مركز توعية، يمكن يحتاج وحدة جوة المستشفى. يمكن هذا 40 مليون نسوي به احتياج آخر، مركز كلى ولا أي أو نسوي أكثر من مركز، أو نسوي أكثر من مركز بوحدات صغيرة أيا ما كان آلية المعالجة. ثم بعد ذلك يصير في استدامة، كيف يستمر وشغل نفسه، مو كل مرة يبغى تبرعات وقف قفل لأنه ما في تمويل. لا يصير عنده اكتفاء ذاتي وميزانية وإيرادات ثابتة. للقطاع الخيري من الممارسات اللي نقدم لهم عندنا شيء اسمه الاستثمار الاجتماعي. أنا وهذا طبقنا إلى الآن في 9 جمعيات. أنا أجي لجمعية صحية، ما هي مجالات الاستثمار التي ممكن أن تدخل فيها هذه الجمعية بشرط تزيد عدد المستفيدين وتزيد أرباحها؟ وهذه معادلة صعبة. معادلة صعبة. أنا لما أتكلم عن الاستثمار الطبيعي هو كيف تزيد الأرباح، لكن في الاستثمار الاجتماعي زيادة الأرباح وزيادة المستفيدين. يعني المستفيدين عبارة عن مصاريف، فكيف أنت تزيد الاستثمار وعندك؟ أبى أقول لك لا، أبى أعطيك نماذج لها. طبقناها في 9 جمعيات إلى الآن، وقعنا فيها شراكات مع مؤسسات مانحة. جمعية خيرية في جيزان، سوينا دراسة لجيزان ما وجدنا أي مركز عيون موجود، والجمعية طبية. هذه فرصة استثمارية وليس استثمارية. استثمارية 100%. طيب أنتوا كيف تسووا مرضى العيون؟ قال والله إحنا بنحولهم إما أبها وإما جدة وإما الرياض، افتحوا مركز عيون للفقراء مجانا ولعامة الناس برسوم. صار هذا عندك دخل ثابت، والفقراء كنت تدعم 10 الآن تدفع 200 مجانا، ولعامة الناس أنت عندك إيراد ثابت. سوي صيدلية وللفقير مجانا ولعامة الناس بسعر، ويمكن عندك شركات كبيرة توقع معك عقود وجزء مبلغ مسؤولية اجتماعية يصير دعم حتى لهذه الصيدلية. أفكار كثيرة جدا. يعني محمد يونس في بنغلاديش لما جاء يطبق المسؤولية الاجتماعية، جاء شركة دانون شركة حليب، الحليب غالي والفقراء في بنغلاديش ما يقدروا يشتروه، غير من جودة العلبة، من جودة المنتج، الشكل الخارجي، نزلوا بأحجام صغيرة بحيث الفقير يستطيع أن يشتري. الشركة زادت أرباحها والمجتمع استفاد، أنا أقدر أنزل منتج الحليب الذي يناسب المجتمع. فإحنا نفصل للجمعيات ونطبقه بالبزنس موديل، نموذج الربحية حق ريادة الأعمال، وهو النموذج المعتمد في الجمعية الأمريكية لرواد الأعمال. نطبق البزنس موديل على نموذج الاستثمار الاجتماعي، بمعنى الجمعية تدخل في مجال استثماري 100% ودراسة جدوى لها حقيقية ومنافسين، تدخل منافس. لكن أيضا يبقى سوينا شركة سياحية في 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 مكة، سياحة دينية، سوينا شركة خدمات عرسان في الشرقية، مجموعة شركات بناء على الاحتياج، وتكون لها إدارة منفصلة، وتكون شركة وقفية وإيراداتها وأموالها وأرباحها للقطاع الخيري، وتخدم وتوسع من زيادة خدمة المستفيدين من هذا القطاع الخيري. لكن أيضا هي حتى القطاع الخيري كان هو الحديث فيه أكثر، أنه أنت تحتاج أن ترفع مستوى الوعي عند من يعمل في القطاع الخيري عشان يستوعب ما تقدمه أنت. صحيح. أنا عندي 3 في مجال زيادة الوعي للقطاع الخاص والخيري. عندي للقطاع الخاص نجتمع مع مجلس الإدارة، نعطيهم برنامج اسمه شركتي مسؤولة. أنا لو شركتي دخلت في المسؤولية الاجتماعية وبفتح إدارة مسؤولية اجتماعية، إيش أستفيد؟ أنا حتزيد أرباحي، زيد ولاء الموظفين، وفاء للمجتمع وغيرها. طيب، بل بعض الشركات الأجنبية جات لنا مرة، اتصلت على شركة بوينغ، شركة طيران عالمية، تقول أنا عندي مكتب في الرياض، أبى أقدم مبادرات مجتمعية، أروح لمين؟ فتسأل كل الشركات العالمية التي لديها مكاتب في السعودية تريد أن تتوجه هذا التوجه. احنا نقدم برنامج شركة مسؤولة لنشر هذا الوعي، ونسوي مستوى ثاني اللي هو دورات أخصائي مسؤولية اجتماعية لتأهيل الموظف الذي سيتولى هذا الملف داخل. كويس. فلما يجيني بنك، الموظفين اللي فيه صرافين، صراف مسك مسؤولية اجتماعية كيف سيطبقها؟ ما يعرف. فحان يروح يسوي لك طائرات ورقية وزيع على البحر. بنك من البنوك سوى مبادرة رياضية ودفع فيها 35 مليون ومسؤولية اجتماعية. هي مسؤولية اجتماعية حقيقية، لكن هل هي أولوية؟ صحيح. ولا الفقر أولى، ولا التعليم، ولا المخدرات؟ هناك قضايا حساسة ذات أولوية ينبغي الشركة تراعي الأولوية. هذا جانب التوعية للقطاع الخاص. عندنا شيء للقيادات، وعندنا نشر معرفي عام، والجانب الثالث تأهيل المتخصصين. للقطاع الخيري عندنا لقاء يوم واحد مجانا نقدمه للقطاع الخيري، تعريف بالمسؤولية المجتمعية وفرص التعاون معها، فرص التحالف والتعاون سواء مع القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي جدا كبيرة. الدورة الثانية نقدم دورة كيف تصمم مبادرة مسؤولية اجتماعية. حلو. كيف تتحول بفكرك من خطاب طلب تبرع إلى بناء مشروع يعاني مشكلة حقيقية؟ هم يسابقون إليك المانحين. في الأخير المانحين بيجوك. الشركات ستأتيك. شركات كثيرة جينا اتصالات من بنوك، تعرف مبادرة، تعرف أن أحد مهتم بالتعليم، نبغى مشروع يقدم للشباب،
تعرف احد من الاطفال؟ هل لما يقول لك تعرف احد مهتم بالتعليم، انتم كمستشار تستطيعون ان تصرفوا؟ لا التعليم ما ينفع، لا تعال عندنا مبادره افضل مثلا في مجال الصحه، ولا هو يبغى في التعليم فانت تبحث له عن مبادره في التعليم؟ احيانا هو يكون توجهه في التعليم وفي احتياج في التعليم، وهناك من يقدم مبادره نربط بينهم. احيانا نقول له موجود في التعليم ويوجد ايضا حلول اخرى، احيانا تكون الاولويه اللي طرحها ليست اولويه كبيره، نطرح له الراي بحكم ان انا بات خبره لهذه الشركات، لانه احنا حتى بعض الشركات احنا مستشار صرف له، نضع له صرف في السنه كامله وخطه العمل وكذا. لما جيني بنك مصروفاته اولويته غير شركه غذائيه غير شركه طبيه، حتى في 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 السمعه له، تحسين السمعه، عملاء مختلفين وشريحه مختلفه. الشركات الطبيه قضايا العلاج قضايا الاعاقه اولويه، الشركات التعليميه نفس الفكره، وكذلك البنوك اهتماماتها مختلفه. فالقطاع الخيري احنا نقدم له مفهوم عام في المسؤوليه المجتمعيه، ونقدم لهم ايضا دوره في تصميم مبادرات، كيف تصمم مع ورشه عمل، كيف تصمم مبادره مسؤوليه اجتماعيه وكيف تسويها. حلو. والشيء الثالث ناخذ عدد من موظفي تنميه الموارد فيحضرون معنا دورات اخصائي مسؤوليه اجتماعيه، لانه اي دوره اخصائي مسؤوليه اجتماعيه بعد كذا احنا نسويها نادي او مجموعه مكتمله، نتواصل مع بعض حتى يصير في تطبيقات، حتى احنا استدامه. حلو. المجموعه هذه اللي تدربت نستمر احنا معها في الغالب، نسوي له هم شركاء ايضا، شركاء في التوجه ونعتبرهم شركاء ايضا، لانه بعضهم صاروا الان مدربين، بعضهم صاروا خبراء، بعضهم من المتدربين، بعضهم اخذ المستوى الثاني، اخذ قيادات المسؤوليه الاجتماعيه. اي مؤتمر نشارك فيه، احنا شاركنا الان في 5 مؤتمرات مستشار احنا نكون فيها، نفتح فيها صالون استشاري، هذول المتدربين يحضروا ويشاركوا، هم يقدموا خدماتهم للشركات. يا سلام. فالفريق اللي تدرب معنا جزء منهم من العاملين في تنميه الموارد في او قيادات العمل الخيري، بحيث احنا ما ودنا نسوي فصام وصراع بين القطاع الخاص والخاص. هذا هو الصح. الوطن لا يبنى الا بالتكامل. مو انا نعم انت لا، نقعد نتصارع فيما بيننا. لكن دعنا نعمل سوية. خلينا نشتغل مع بعض. خلي القطاع الخاص يذم في القطاع الخيري والقطاع الخيري يذم في القطاع الخاص، كذا ما استفاد البلد، والوطن هو اكبر من يخسر في هذا في هذا السجال. لكن لما نتكامل طورني، يعني مره كنت بعض الشركات يقول يا اخي القطاعات الخيريه والجمعيات ضعيفه. ضعيفه. طيب مين يبنيها؟ يبغوا دور الان في التخطيط الاستراتيجي، من يقدمها لهم؟ ليش انت تتبنى هذا المشروع؟ وانت عندك مثلا خبراء؟ عندك يعني بنك من البنوك، واشكر حقيقه مبادرته هذه، كان يقول لي يا اخي عندنا مشكله في الصرف في الجمعيات الخيريه، مو خيانه، لكن في اشكاليه في الضبط المالي، طب اعطيهم دور. هو لانه راعي مالي يعرف انه فيه في اشكاليه واضحه عنده. قدم دوره للمحاسبين، قدم دوره لغير الماليين من القيادات، وتبنى هذه المبادره، قدمها اوقات ايضا للاستشاره، منحهم اوقات للاستشاره هؤلاء المحاسبين. ممتاز، انت ترفع كفاءه، لانك انت في الاخير بتركز في البزنس اللي عندك، انت شركه تغذيه تركز تغذيه، ولا تدخل في مجالات مالك فيها، تشارك مع غيرك تنجح، تشارك مع جامعه، مع جمعيه، مع مركز مكتب تعاوني، مع قطاع خيري موجود، مع متطوعين، انت ستنجح، وابنيهم تبنى بهذه مبادرتك، وفي الاخير انت قدمت استدامه حقيقيه للوطن. اخيرا، كيف يحقق القطاع الخاص من شركات وايضا وبنوك الاستدامه؟ ايوه، هذا ينبغي ان يتبنى في فكر قيادات الشركات، ان يعني يكون في فكر القياديين، في فكر القياديين. المسؤوليه الاجتماعيه ليست مبلغ مالي ويصرف، يعني بعض البنوك للاسف الاموال التي تصرفها المسؤوليه الاجتماعيه هي اموال تخلص الربويه او اللجنه الشرعيه التي افتت فيها. لا هذه القضيه لابد تكون وفاه، يبغى يتخلص منها وخلاص، خلص وانتهى، فقام سماها مسؤوليه اجتماعيه واخذ لها جانب اعلامي وسوى لها تغطيه اعلاميه وانتهى الموضوع. بعضهم ميزانيه التسويق يضيفها مسؤوليه اجتماعيه. انا لما اتبنى انه انا هؤلاء الموظفين اللي عندي راس مال، والوطن الذي اعمل له او اعمل فيه له حق عليه، فينبغي ان يكون هناك وفاء لهذا الوطن الذي اعمل فيه وللموظفين اللي يشتغلوا معي، فاعتني بهم وابنائهم، هذه مسؤوليه اجتماعيه، وباسرته. عندي واحد ابنه موهوب، ليش ما ابتعثه؟ انا يا شركه ابتعث ابنه، كيف يكون ولاء الموظف؟ بتتقوي ولاءه اصلا. ولاء، عنده زوجته مريضه، تعتني بها وتقدم لها خدمات صحيه، ولاءه سيزيد جدا. صحيح. وفي تطبيقات حقيقيه لبعض الشركات، بل بعض الشركات مسويه صندوق استثماري يساهم فيه الموظفين من ارباح الشركه، ويصير لهم عوائد سنويه. يا سلام. انا اذكر واحد موظفين في الشركه عرضت عليه عمل في مكان اخر، قال لي انا شريك، انا لست موظف. ما شاء الله. انا في نهايه السنه اخذ ارباح. أنا ودنا أن كل الشركات حتى القطاع الحكومي يكون في هذه القضية، يصير مستوى الولاء عالي. المجتمع اللي حولك، طيب لما نشوف الأدخنة المتصاعدة ويشوف أنك أخذت من مساحة البحر مسافة وأخذت من خيرات البلد ويشوف الأرباح التي تزايد، ينبغي أن نشعر بالأثر. إيه لازم نشوف المقابل. إيه لازم نشوف المقابل. فيصير أنا أعرف بعض الشركات حددت نسبة من أرباحها، فكلما زادت أرباحها زادت فائدة المجتمع. طيب أنا أريد أختم
غالبا يعني ان شاء الله مش نقول عشان نكون منطقيين شويه، انه القطاع الخاص او الشركات او البنوك اذا لم يعني يوجد رقيب، هل تتوقع ان يبادرون لهذه المبادرات او لازم يكون هذا الرقيب احسن؟ لانه بالفعل سنين كثيره واحنا نشوف البنوك تربح كشركات ضخمه تربح في البلد لكن ما في اثر، الاثر ضعيف، ما في، قد يحركهم جانب يعني شخصي عند هذه الشركات لكن في كثير منها خلينا نكون صادقين ما يتحرك. صدق، ما الذي يحركه؟ يعني احنا نحتاج في البلد هنا، وهذا يمكن حديث صار حتى مع وزاره التجاره، التقينا معهم وعندنا لقاء قريب مع وزاره الشؤون الاجتماعيه مع مجلس الشورى، نحن نحتاج في البلد الى تشريعات لهذا الموضوع، انظمه وقوانين، أنظمة وقوانين يعني بالنظام. ليس القضيه الزام لكن يصير في نظام، يعني القضيه لا تصير في تلاعب، يعني ممكن حتى يرفع عليه قضايا بالنظام يعني هو المسؤوليه المجتمعيه جانب تطوعي، جانب اخلاقي في الشركه لمعالجه مشكلات الاضرار التي تنتج منها او حتى قضايا، بعض القضايا الاخلاقيه هو جانب اخلاقي ويقوله غير تطوعي، لكن يصير في النظام ويصير في جانب ثاني تحفيز، يصير في جوائز، جوائز حقيقيه، اعطاء مساحه في الاعلام، اعطاء مساحه في الاعلام، لو صار عندنا مرصد حتى يبين الشركات التي تقدم الاجتماعيه والتي لا يعطي منافسه، يعطي تحفيز، يعطي، يعني في توصيات مرفوعه في هذا الموضوع؟ في توصيات موجوده وان شاء الله تعالى في توجه قريب للاعتماد شيء مثل هذا، انه حتنزل جوائز حقيقيه وليس الجوائز يعني تشترك من بعض موجوده في من حولنا، وايضا وجود مرصد، واحنا شغالين الان في الخبير العالمي، انتهينا من خطه مرصد كامل على مستوى المملكه، مرصد زي سوق الاسهم الاخضر والاحمر ويعطيك كيف مستوى تحرك الجهات، وعندنا مشروع جاهز وتعاقدنا فيه مع عدد مع الشركات اللي هو سوق المبادرات النوعيه. حلو، نردم الفجوه بين القطاع الخاص والخيري والعاملين، الشركات الجمعيات تقدم مبادراتها، تم تطوير هذه المبادرات، تجي الشركات زي اللي تشتري من هذه المبادرات ما يتوافق معها. فانت الان المشكله اللي عند الشركات انه ما في مبادرات، هذه المبادرات موجوده. ضعيفه؟ لا، تم تطويرها وتم تدريب كل مدير مشروع على مشروعه، وتجي الشركات تشتري وتقدم مساهمه، كلما تكامل القطاع الخاص مع الخيري مع الحكومي كان الاثر كبير. اذا يعني زي ما بدأنا الحلقه ان شاء الله راح نحفز. ونكون اليوم هو سوق تحفيز ان شاء الله. انا شاكر لك المستشار عبد المجيد رضوان الامين العام لمجموعه الخبير العالمي للمسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه، شكرا لك. الله يسعدك، ولك الشكر للمشاهدين. شكرا للمشاهدين الكرام، هذا هو الحديث عن المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه، ونتمنى ايضا من اصحاب الشركات والبنوك ان يكونوا في المستوى وعند المسؤوليه الاجتماعيه. نخرج الى فاصل يسير ثم نعود الى الراصد، لا تذهبوا بعيدا. يوم جديد. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، الان مع فقره الراصد واللي نرصد فيها ابرز ما كان فيه من حراك في ال 24 ساعه الماضيه. طبعا من جديد التغريدات المميزه، تغريده للشيخ محمد المنجد حول لعبه تشارلي التي انتشرت بين اطفالنا، والتي يقول فيها: لعبه تشارلي نداء الشياطين والاستغاثة بالميت والغائب على طريقة تحضير الأرواح وشكل الصليب، فهذه لعبة محرمة وتسلية باطلة لا يجوز استعمالها. أيضا من جديد الصور التي تجسد الظواهر المنتشرة خصوصا في آخر أيام الاختبارات، هي الكتابة على الجدران ويتداول المغردون صورا منوعة ما بين التأييد والتأييد تبريد. فإليكم بعض هذه الصور أنتم تشاهدونها، وهي حقيقة ما يعني ما نقول ظاهرة لكنها إشكالية تنتشر في أيام الاختبارات، وفي كثير منها ينبغي أن يكون فيها حتى على مستوى الأسرة على مستوى المدرسة قبل الاختبارات في نوع من رفع مستوى الوعي عند الأبناء والبنات من الطلاب والطالبات. الامتحان الأخير هو آخر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بلغ عدد المشاهدات أكثر من نصف مليون مشاهدة.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. في فقره متابعات، احتضنت مدينه مانشستر في بريطانيا ملتقى الوحيين السابع الذي ينظمه نادي الطلبه السعوديين في مانشستر، ومسابقه ملتقى الوحيين السابع، وذلك في مركز التراث الاسلامي البريطاني بمدينه مانشستر برعايه الملحقيه الثقافيه السعوديه في لندن. ولحقيقه تسليط مزيد من الضوء حول هذا الملتقى ينضم الينا الاستاذ حافظ القحطاني نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين في مانشستر. أستاذ حافظ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. ما أدري عندكم صباح ولا مساء؟ لا لا، صباح الخير لكم جميعا والمشاهدين قناة المجد وبرنامجكم يوم جديد. أستاذ حافظ، نريد معلومات أكثر عن هذا الملتقى اللي كان في مانشستر وعن هذه المسابقة أيضا. أولا في بداية هذه المداخلة أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة الذي تمثل الدعم من قبل قنوات المجد لهذا الملتقى ونجاحات الملتقى واستمرارات الملتقى في السنوات المقبلة. طبعا انا ساحدثك عن اهداف الملتقى ورسالة. طبعا سعى القائمون على الملتقى لاقامه هذه المسابقه لتحقيق مجموعه من الاهداف الساميه، لعلي الخصها لك في كم نقطه. تفضل. هي عباره عن تشجيع المبتعثين وذويهم على الاقبال على كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم حفظا وفهما اداء وتدبرا. النقطة الثانية إذكاء روح المنافسة بين الحفظة من المبتعثين والمبتعثات. ثالثا ربط المبتعثين وذويهم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والذين هم مصدر عزة لنا في الدنيا وسعادة لنا في الآخرة. جميل. رابعا إظهار اهتمام الدولة رعاها الله بالعناية بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال إقامة هذه المسابقة لجميع أبنائنا المبتعثين والمبتعثات في المملكة المتحدة، وأيضا مشاركة أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا. جميل. مجالات ومسارات هذه المسابقة التي حصلت في مانشستر، أنا أتطرق للجلسات المسابقة بشكل عام. يتفضل. طبعا جلسات المسابقة وضيوف الملتقى، قيمة المسابقة طبعا في اليوم السابق للحفل الختامي اللي تشكلت المسابقة من 11 لجنة للمشاركين و11 لجنة أخرى للمشاركات. قسمت المسابقة حسب المستويات والمسارات التي راعت أعمار وفئات المتسابقين، بدءا بمسار البراء ويتكون من ثلاثة فروع، ومرورا بمسار المتقنين ويتكون من ثلاثة فروع أيضا، وانتهاء بمسار المهرة ويتكون من أربعة فروع، واستحدث مسار الرابع وهو مسار التلاوة ليستوعب أكثر عدد من المشاركين، لأنه كان هناك أعداد مشاركين كبيرة في الملتقى. طبعا الضيوف شاركنا في الحفل حضوريا مجموعة من الضيوف في مقدمتهم ممثلين الملحقية الثقافية في بريطانيا، وأيضا شرفنا الحفل بحضور الشيخ إبراهيم دويج والشيخ أحمد الحصين، كما حضر الحفل مدير مكتب الدعوة من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة الأستاذ عبد العزيز الحربي، وكذلك بعض رؤساء المراكز الإسلامية في المملكة المتحدة وجمع من المبتعثين وذويهم والجالية المسلمة من مدينة مانشستر وضواحيها. جميل. أبرز الجهات المشاركة معكم في هذا الملتقى أستاذ حافظ؟ طبعا لعلي تطرق للدعم الأهم وهو جميل. دعم الملحقية. دعم سفارة المملكة في المملكة المتحدة والملحقية الثقافية. لا شك أن المسابقة ما كان لها أن تقام لولا توفيق الله عز وجل أولا وآخرا، ثم ما وجدناه من دعم ومساندة من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة سمو السفير الأمير محمد بن نواف، وكذلك دعم الملحقية الثقافية جدا ممثلة بالدكتور
فيصل أبا الخير، قد كان له دور كبير في نجاح الملتقى، وذلك من خلال السماح بإقامة المسابقة وتوجيه الدعوة للضيوف، وكذلك تشجيع نادي الطلبة السعودية بمانشستر على مثل هذه المسابقة. جميل. كما كان هناك دور لبعض الجهات الخيرية ورجال الأعمال في دعم المسابقة، وأيضا بعض الجهات الإعلامية في تغطية هذه المسابقة. جميل. أبرز جوائز هذه المسابقة أستاذ حافظ؟ الأبرز هو الأعداد المشاركة في الملتقى. الجوائز. الجوائز. طبعا الجوائز عبارة عن 69 جائزة، والتي بلغ مجموعها ما يربع على 15,000 جنيه استرليني. ما شاء الله. طبعا خصص لكل مسار 5 جوائز، تتناسب كل جائزة مع القدر المطلوب. فعلى سبيل المثال خصص مثلا لفرع القرآن الكريم كاملا في مسار المهرة 5 جوائز، وتبدأ تختلف الجوائز. جميل. كذلك في المسارات الأخرى. جميل. أستاذ سلطان، أبرز كيف وجدتم تفاعل يعني الجالية الإسلامية في مانشستر، وخصوصا أيضا الطلاب المبتعثين؟ للأمانة كان التفاعل لله الحمد رائع ومشهج، وقد ساد المسابقة جو من التنافس الشريف، والذي والذي يعكس مدى اعتزاز النشء المسلم، النشء السعودي، طلبة المبتعثين السعودي والطالبات بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. أنا شاكر لك الأستاذ حافظ القحطاني نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين بمانشستر، شكرا لك أستاذ حافظ. مشاهدي الكرام، مر الوقت معكم سريعا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية يومكم الجديد، نلقاكم في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس هنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء، كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.